ابشر يا سليم. خير؟ كل خير ان شاء الله. خلاص لقينا طريقه نخرجك بيها من مصر. طب الحمد لله. انا هكلم غاده بقى خليها تجهز. لا لا انت هتسافر لوحدك، وبعد شويه ان شاء الله ان شاء الله يعني هنلاقي طريقه نخليهم يحصلوك. لوحدي يعني ايه يا شيخ كابر؟ انا مش رايح حته من غيرهم، رجلهم على رجلي وده كان اتفاقنا. يا ابني انت ليه عايز تاذيهم؟ انا مش قلت لك لازم تبعد عنهم عشان تعرف تحميهم؟ وبعدت عنهم؟ انا بقالي 5 شهور بعيد عنهم يا شيخ جابر، لكن اسافر من غيرهم كمان ده مستحيل. شوف يا سليم، اوعى تكون فاكر يا ابني ان الخروج من مصر حاجه سهله ولا بسيطه. لا انت ما تعرفش احنا عملنا ايه علشان نعرف نسفرك. وانت ما فيش حاجه طلبتها مني وقلت لك عليها لا، لكن اسافر من غير مراتي وابني مستحيل، وده اخر كلام عندي. على راحتك يا سليم، خليك بس اعمل حسابك، لو ما سافرتش مش هتخرج من هنا غير على مكان واحد بس، السجن. انا متشكر قوي ليكوا حقيقي، مش عارف اقول ايه. على ايه؟ ده شغلنا، والحمد لله ان هو رجع بالسلامه. علي احنا هنسافر النهارده، ملناش قعد هنا بعد اللي حصل. حاضر، هروح احضر انا الشنط وانت هات لنا تذاكر طياره. يا ريت اول ما تجهزوا تبلغونا عشان نجيب عربيه لحد باب البيت تاخدكم وتوصلكم لحد المطار. وحمزه فين؟ ما جاش ليه؟ حمزه حصل له حاجه؟ حمزة قتل جابر؟ أيوه. طيب طيب هكلمك بعدين. أنا آسف سيادتك إني دخلت بالطريقة ديت، بس تعال. تعال. اتفضل يا فندم. دلوقتي لازم نبقى متفقين ان لا جابر ولا سليم هيظهروا الفتره اللي جايه خالص، ولا احنا كمان عندنا طريقه نوصل بيها للمكان اللي هم مستخبيين فيه. بس مش معنى كده ان هم ساكتين، لا اكيد بيجهزوا لحاجه جديده او لخطه يهربوا بيها بره مصر. احنا بقى لنا 5 شهور، 5 شهور مراقبين اي حد ليه علاقه بجابر وسليم، وبرضه ما وصلناش لاي حاجه. انا عندي اقتراح. الاقتراح ده ممكن يوصلنا لجابر وسليم، او بالمعنى الاصح جابر وسليم هم اللي هيجوا لغايه عندنا. احنا لازم نديهم هدف. هدف؟ هدف ايه؟ هدف يكونوا بيتمنوا يوصلوا له علشان يغتالوه. الهدف اللي انا بقترحه هو سياده اللواء صبري. انا عارف ان الاقتراح اللي مقدمه حمزه صعب جدا، بس انا موافق عليه، لان انا اكتر واحد جابر عايز يغتاله، ولو ادينا له الفرصة أكيد هيحاول مرة تانية. وكل اللي احنا هنعمله إن احنا هنسرب معلومات عن تحركات اللواء صبري ومواعيدها. والموكب اللي هيتحرك هيبقى موكب فاضي. هدف سهل ومتحرك. وأول ما يظهر جابر وسليم هنبقى جاهزين لهم إن شاء الله. اتفضل. ازاي؟ انا هفهمك يا بهاء.
ايه يا دودو؟ ما جيتيش ليه؟ كده يا بنتي هتتأخري على الشغل. انا مش رايحه الشغل النهارده يا ماما. ليه؟ اجازه النهارده؟ لا يا ماما انا سبت الشغل خلاص. هو انت لحقتي؟ سبت الشغل ليه؟ انا سبت الشغل يا ماما مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. طب ليه يا بنتي بس سبتي الشغل؟ احنا ما صدقنا انك تشتغلي. ما انا بقول لك مش عايزه اتكلم في الموضوع ده، ايه اللي مش مفهوم في كلامي؟ خلاص خلاص براحتك براحتك، خلاص براحتك براحتك يا بنتي براحتك. اتفضل اتفضل اقعد. انقل الخبر ده صفحه اولى. رانيا اعملي حسابك النهارده في مؤتمر عن الاعلام ودوره في مواجهه الارهاب وعايزك تحضريه. معلش انا مش فاضيه خالص النهارده. لا لازم تروحي، ده تكليف، يعني سيبك كل اللي في ايدك وتحضري المؤتمر. كنت عارف ان انا مش هلحق اي مره، مفيش وقت، بس كان لازم اوصل لسليم، قصدي اللي ورا جابر، ان انا نفذت لهم كل طلباته، ان انا قتلته فعلا. علشان كده كلمت اللي هو مجدي. حمزه قال لي على اللي ناوي يعمله، عشان كده قبل ما نخرج جابر من هنا لبسناه واقي من الرصاص. كده جابر ميت قدام الكل، يعني اللي وراه مش هيخطف اي حد تاني، والاهم ان احنا قطعنا الصله بين جابر وبين كل اللي معاه. وكده يبقى نعمل فيه اللي احنا عايزينه ومحدش له عندنا حاجه. جابر قدامك فرصه تساعدنا من غير ما حد يعرف. انا عارف ان انتوا بتجهزوا العمليه كبيره قوي، وعارف انها هتحصل قريب. يا تتكلم يا جابر، يا اما انا بنفسي اللي هخليك تتكلم، وساعتها موتك مش هيبقى اشاعه. حتى لو اتكلمت مش سلام، اللي هيحصل مشكلتي انا. يا جابر لو اللي قاله ده حقيقي يبقى قدامنا كام ساعة عشان نمنع الكارثة اللي هتحصل. خمس دقايق وعايز كل الضباط عندي في غرفة الاجتماعات. حاضر. اتفضلوا يا حضراتكم. يلا في ايه؟ طب احنا ورانا يوم طويل، انت تمام ولا ايه؟ انا تمام، هعمل بس مكالمة ضرورية وهحصلكم على الأوضة. المشاكل ما بتتحلش بالشكل ده. لا تتحل ولا ما تتحلش، انا راجعه بيتي ومش جايه هنا تاني. طيب انا بس عايزه افهم هو عمل ايه عشان كل ده. اساليه كان بيعمل ايه مع الهانم بتاعته. غاده؟ غاده اللي وعدني انه عمره ما هيكلمها تاني وماشي معاها من ورايا. قول لها يا بيه كنت بتقابلها ازاي وبتعمل معاها ايه طول الشهور اللي فاتت. سمر عشان خاطر انا المره دي تعالي نقعد كده ونهدى ونتكلم براحتك. قلت لك مش هقعد، ورقتي تجيني بالسوق بدل ما اخدها بالمحاكم.